نحييكم مشاهدينا الكرام بأطيب تحية ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. فاصل ونواصل. نبدأ مشاهدينا مع القمر. يكون القمر في برج العذراء الترابي حتى الساعة 8:54 من صباح الخميس، ثم ينتقل إلى برج الميزان الهوائي ويمكث فيه حتى الساعة 8:05 من صباح السبت، ليدخل برج العقرب المائي ويبقى فيه حتى الساعة 7:43 من صباح الاثنين. هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى صباح الخميس في برج العذراء الترابي، من صباح الخميس وحتى صباح السبت في برج الميزان الهوائي، من صباح السبت وحتى صباح الاثنين في برج العقرب المائي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الخميس من الساعة 1:47 فجرا وحتى الساعة 8:54 صباحا. يوم الجمعة من الساعة 1:11 بعد منتصف الليل وحتى الساعة 8:05 من صباح السبت. يوم الأحد من الساعة 12:43 ليلا وحتى الساعة 7:43 من صباح اليوم التالي يوم الاثنين. مشاهدينا الكرام، المشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك ولا إنستغرام البرج العالي. وننتقل لأول مكالمة. ألو. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلون الصحة؟ خير الله يسلمك. البرج العالي. انت على الهواء تفضل. بكيف كانت خلاك؟ انت على الهواء تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بيك. شلونك استاذ خلاك؟ يعني اسمي 15/9/62. 15/9/62؟ 62. اوكي. نعم. ساعة الولادة تعرفها لو لا؟ لا والله ما اتذكر. زين، شنو السؤال؟ والله حول الامور المالية والصحية. 15/9 بس دقيقة خلي أشوف في شيء من شو اسمه 1962 الأمور المالية والصحية. طبعا أنت من مواليد برج العذراء، الفترة هذه اللي إحنا بيها فترة إيجابية لك من ناحية عاطفية ومالية بشكل عام. أوكي، كون كوكب الزهرة ببرجكم، فبالتالي وضعكم المادي نسبيا يعني نوعا ما ها يعني نقدر نقول إيجابي وليس سلبي، بالإضافة إلى وجود الشمس في برج الميزان. هذا يكون لكم البيت الثاني المسؤول عن الأموال عن المادة، فبالتالي تكون فرصة إيجابية. هذا من ناحية الشمس راح يستمر لغاية نهاية يوم 22/10 من هذا الشهر. بعدها من نهاية الشهر وصاعدا راح يكون عندكم فرص أيضا إيجابية. أنا ذاك تكون بعد انتقال الشمس من برجكم إلى انتقال الزهرة إلى برج الميزان، هذا يعد البيت الثاني. هاي وضعية الزهرة يكون أفضل لكم أنا ذاك من ناحية المادية، من الناحية المادية آسف. فبالتالي وضعكم المادي أنا أشوفه يعني خلال شهر 11 إن شاء الله يكون إيجابي. هذا في حال أنه إذا أنت مثلا عندك مكاسب، عندك شغل كذا،
فأكيد راح يكون أحسن من الشخص اللي يكون قاعد بالبيت وما عنده شغل أو التزام عمل إلى آخره. فنهاية الشهر يعني على بداية شهر 11 يعني شهر 11 كله خلينا نقول لحد 21/11 ثلاثة أسابيع الأولى من عنده كلش إيجابي لك من ناحية المال، رغم أكو حتى يجيك بعض المطبات المالية، بس إنه الوضع نقدر نقول عليه إيجابي وليس سلبي إن شاء الله. هذا من ناحية المادة. السؤال الثاني شنو كان؟ ناحية صحية. ناحية صحية. أنت كوحدة عفوا آسف، أنت كواحد من مواليد برج العذراء بشكل خاص تنتبه لمنطقة المعدة، هاي المناطق اللي هي أكثر عرضة للإصابة بصورة عامة، مثلا من تأكل، خاصة أنتم مواليد برج العذراء عندكم هاي الحالة جدا قوية يعني عند أغلب الناس، حتى اللي يكون طالع العذراء يعني ساعة الولادة كان برج العذراء هو بالأفق الشرقي، فاللي يكون برج العذراء أو طالع العذراء أنتم من تأكلون فد وجبة غير مألوفة رأسا تحسون فد توعك بالمعدة فد خربطة إحنا مثل ما نقولها بالعامية، بشكل خاص هذا أنتم يعني هاي المنطقة تكون أكثر عرضة للإصابة أو حساسة عندكم. كبرج أنت شخصيا ما عندك مشكلة أو فد شيء يدعو للقلق، وضعك انسيابي مثلا اليومين اللي راحت كان وضعكم شوية ضاغط عليكم من ناحية صحية، حاليا وصاعدا ماكو شيء. إذا عندك لو لا سمح الله من مواليد برج العذراء عنده مشكلة صحية أو فد مرض يأخذ علاج من عنده إلى آخره، السنة المقبلة أو يعني بالذات من نهاية من النص الثاني الثلث الأخير من شهر 12 وخلال عام 2021 تكون عندكم فرص إيجابية إنه تأخذون العلاج وتتماثلون للشفاء بصورة أسرع، أو يعني العلاج يجيب نتيجة أفضل إن شاء الله، واللي صحته زينة ما عنده مشكلة يتوجب عليه أن يكون حذر في زيادة بالوزن، يعني إذا أنت خاصة اللي وزنه يعني جسمه يكون إلا قابلية للسمن، يعني من النوع اللي يسمن بسرعة أو هو من النوع الخشن، هذول الناس بشكل خاص لازم ينتبهون لوزنهم خلال سنة 2021 بشكل خاص. بس مثل ما قلت لك العفو، أهم شيء وضعك الصحي تمام، ما عندك شيء يخوف. الحمد لله شكرا. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا بك يا هلا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. الو نعم. مشاهدينا الكرام، مشاركه والتواصل ارقام الهواتف التي تظهر امام حضراتكم اسفل الشاشه، ما هي الاستلام مشاركاتكم او تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والانستغرام البرج العالي. الو. الو نعم. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير استاذ خلاه. مساء النور، يا اهلا وسهلا. تفضل. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. معليش اني بنسال عن برجيني. اوكي بس ابتعدي عن التلفاز بدون زحمه. كم تاريخ الميلاد؟ معليش ايوه بس ابتعدي عن التلفاز لين ما دا اسمعك. ابتعدي عن التلفاز هيك واضح. اي نعم. كم؟ برج الأسد عن الزواج بالعربي. أعطيني تاريخ الميلاد وساعة الولادة. برج الأسد عن الزواج وعلى العمل. أعطيني تاريخ الميلاد بدون بدون يعني. 25/7/1978. 25/7 أي سنة؟ 78. 78؟ أيوة. ساعة الولادة؟ مش معروفة. مش معروفة بدون ساعة الولادة صعب، بس اللي أقدر أرد عليك أنه عندك فرصة السنة الجاية كمواليد برج الأسد بشكل عام من الثلث الأخير من هذه السنة وصاعدا خلال عام 2021 تكون لدى مواليد برج الأسد فرص كبيرة للارتباط والزواج بشكل خاص، خاصة اللي عندهم تأخير بالزواج اللي ما متزوجين، والمتزوجين يكون عندهم فرصة أن يحسنون علاقتهم الزوجية ويا الطرف الثاني. بس بدون ساعة الولادة صعب أقدر يعني أعطي الجواب حتى أقدر أحدد الفترات الإيجابية، هذا الشيء الوحيد اللي أقدر أجاوبك عليه بصورة خاصة.
وان شاء الله اكون جاوبتك. اذا تقدرين تحصلين ساعه الولاده، تعرفين ساعه الولاده، يكون افضل اكيد ان شاء الله. مشاهدين الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة، مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. مشاهدين الكرام، مواليد الفترة الحالية ينتمون إلى المجموعة النجمية المعروفة باسم برج الميزان الهوائي. تعالوا معنا نتعرف على صفات امرأة ورجل برج الميزان مواليد الفترة الحالية. المرأة الميزان هي امرأة رومانسية وجذابة، وتستطيع أن تكسبك من خلال ابتسامة بسيطة ورومانسية جدا. فإن طبخت فإن طبخها ممتاز، وتستخدم الأعشاب على مواسمها، ومزاجها جيد كالورد الوردي اللون، وومضة براقة كومضة الشمعة، وتحب الموسيقى الهادئة. فهي رومانسية محبة للحياة، تتمتع بعلاقات الحب والغزل. بيتها دائما يعكس نظرتها للفن، الكتب، الموسيقى الجيدة، وتجدها أن أحبت الأوبرا مثلا، فإنها تقوم بالتردد دائما إلى المكان الذي تستطيع بأن تستمع فيها إلى الأوبرا والموسيقى التي تغذي روحها. وهي تجيد العزف على الآلات الموسيقية، كما إنها تجد نفسها في لعبة الشطرنج. المظهر الخارجي لامرأة الميزان عادة ما تكون ضئيلة، ولكن جسمها متعرج، ولديها عينان كبيرتان، لديها أنف عريض نوعا ما، ولديها فم جميل وكبير. يحتمل أن تمتلك أسنان أمامية بينهما فارق. السلوك والسمة الشخصية لامرأة الميزان. المرأة المثالية من برج الميزان واعية بشأن مظهرها، تعتني بجسدها جيدا، وتستخدم جاذبيتها الطبيعية للحصول على ما تريد، وتقدم آراؤها بالدبلوماسية واللباقة. ممتازة في الشراكة والعمل الجماعي، تحب الملابس الفاخرة والعطور، لديها صلاحيات ممتازة للتحليل، وتعمل دائما على أن تجعل منزلها جميلا. أما الرجل الميزان يحتاج دائما إلى العلاقات الرومانسية كامرأة الميزان، كما أنه يجيد عمله بشكل أفضل لو كان جزءا من الفريق، كما أنه يحب ويرغب بإبراز شخصيته الفردية في أي شراكة، فعندها تفوز بقلبه، وتحصل الاتحاد متكامل إلى أن يصل إلى الصورة المثالية الممكنة، فهو مخلص ويتمتع بجمال الموسيقى أو البيئة النغمية التي تحيط به، كما إنه يجد نفسه في الأدوار القيادية التي يتزعمها، لأنه متزن في أفعاله، لذا فإنه يجيدها ولا يظهر اهتمامات معينة بمجالات فنية كثيرة كامرأة الميزان. رجل الميزان نادرا ما يغضب، لأنه يتعامل بشكل كبير مع مشاكل كثيرة التي تحيط به، ولكن إن شعر أنه سيخسر شيئا فإنه يتركها بدون أي تعليق يذكر. وإن غضب فإن غضبه يمر سريعا، ولكن قد تترك له العصبية نوعا من المرض، لأنه لا يحب العيش والتعامل مع الأمور الغير مفرحة. المظهر الخارجي لرجل الميزان عادة ما يكون رجل الميزان وسيما، لكنه لا يمكن أن يكون قبيحا أبدا. لديه بنية جسمية جميلة وملامح جميلة، ولديه صوت واضح وساحر جدا. يجيد تنسيق ألوان الملابس، عادة ما يكون رشيقا ورياضيا. يحب التحقق من مظهره في المرايا وفي كل مرآة أو نافذة متجر يمر بجانبه. السلوك والسمة الشخصية لمولود برج الميزان المثالي. يريد أن يترك انطباعا جيدا عند الآخرين بما يتناسب مع الظروف الموجودة، سواء كان ذلك مؤتمرا دوليا، أو لقاء رومانسيا، أو يوما على الشاطئ. يعطي المشورة بكل حرية، مهتم في الجنس الآخر وبجميع الأعمار، ويعد سيدا في فن الرومانسية وجديرا بالثقة.
يمكن أن يكون متقلبا ويغير عقله في كثير من الأحيان، مهتم بحقائق الوضع حتى يتمكن من التوصل إلى قرار متوازن. يستمتع بالفن ويحتاج للانسجام، ويمكن أن يكون مسرفا للمال وينفقه على أشياء على الأشياء التي من شأنها أن تجلب له السعادة، ولديه قدرات مالية. مشاهدينا الكرام، للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف التي تظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة مهيئة لاستلام مشاركاتكم، أو تواصلوا مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. للتعرف على توقعات النجوم لجميع مواليد الأبراج خلال هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، يمكنكم الاطلاع عليها من الشريط الذي يظهر أمام حضراتكم أسفل الشاشة. عودة للمكالمات. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، هلا بيك استاذ خلات. اريد نتيلك على تراجع عطارد من يوم 14 بالحلقه الماضيه، يعني حكيت به إيه؟ يعني استاذ خلات مثلا يصير مثلا بهاي الفتره يعني اجراء عمليات او يعني عقد قران او مثلا يعني بدا بشيء جديد لو شيء يعني تمام هذا ما يصير. لا انت ام عمر مو لو لا انا غلطان؟ اي نعم نعم انا نزار. العمليات لا، يعني العفو يعتمد حسب العملية، أوكي هذا نعم. واحد عقد القران ما أنصح به بتاتا أبدا، يعني عقد قران خطوبة علاقة جديدة مثلا هم هذا الشيء لا، يعني شيء جذري قبل فترة هو يعني خاطب لا هذا عقد. أوكي إذا الخطوبة واحد، لا العقد، لا العقد أهم من الخطوبة. العقد هو هذا الميثاق اللي راح يكون بينه وبين الإنسان اللي راح يرتبط بها، إذا كمسلمين يعني هذا العقد مع الشيخ راح يكون، وإذا كالطوائف الأخرى مثلا المسيحيين العقد هو يكون الميثاق اللي يكون بين الشخص هو ولي الإنسان اللي يرتبط بها في الكنيسة مثلا، فهذا يكون هو هي تكون اللحظة المقررة، يعني هي البذرة نعم. في هذه المشروع أو في هذه الخطوة في حياته الجاية، فما أنصح بها. الخطوبة غير، يعني الخطوبة خلينا نقول شلون يعني فد شيء، بس المهر حتكون زوجته بعد، يعني إذا عقد راح تكون خلاص يعني انتهى، هذا راح هو هذا المشوار اللي راح يبدي به. موضوع الزواج هاي الامور لا ما انصح بها، يعني مو اني يعني مو من عندي انا اجتهادي الشخصي لا، بس بناء على تجارب مرت مثلا من واحد يقول يتصل بي يقول لي انه علاقتهم كانت زينه وبعدين صار انفصال، اشوف يا اما يكون كوكب عطارد بحاله تراجع او الزهره اكثر همينت اكثر هذيك اكثر بعد، او عطارد يتراجع او مثلا خسوف كسوف الى اخره، فهذه الاشياء ما مو يعني استاذ حتى لو هو مثلا كان برج العذراء هي نعم حتى لو بغض النظر عن البرج، ما هذا الحكي ما حدد ببرج معين يعني يعني نعم. ما له خاص اذا كان برج العذراء او كان برج الحمل او كان برج الجوزاء سرطان اسد عقرب قوس ميزان دلو، كلها ما لها خاص. نعم. هذا يعتمد يعني هذا كفد أشياء عامة عمومية تخص جميع الناس. مثلا هاي الفترة مثلا فترة تراجع عطارد إذا صارت تشوفين بيها، يعني إذا نرجع على إحصائيات صايرة أغلب الوفيات مثلا من مشاهير الناس المعروفة بالمجتمع بالعالم هيجي تكون هيجي يعني تكون بالفترة اللي تكون بيها تراجع كوكب عطارد، خاصة إذا تزامن هذا الشيء مع خسوف أو كسوف القمر، يعني كسوف والخسوف العفو. فبالتالي يعني تشوفين هذول اللي طلعون بالتلفزيون يقول لك فلان إنه الفترة الفلانية راح يموت فلان شخص مثلا، نعم. هو مدى يبدي إنه هو يعني عنده فد قوة خارقة يعرف بالمستقبل إنه فلان شخص راح يموت، هو ماكو سنة إنه فلان إذا ماكو شخصيات معروفة تموت
مثلا، هذا الشيء نعم. معروف به، بس هم يحصروها يصيغوها بكلمات باسلوب ببلاغة بحيث يجذبون الناس يستدرجوهم في سبيل انه يترك لفت بصمة على اساس انه هو عنده معرفة او عنده علم، بس هو هذا الشيء وارد جدا طبيعي انه حادث يصير طيارة او انسان مشهور راح يموت، بس اكو فد امور مثلا نتوقعها احنا يعني بهاي الفترة شوية تكون نحسة، ولهذا انه ما انصح بها. عرفتي شلون؟ يعني انا وصلت شوية شعبت، بس داريد اوصلك الفكرة انه هذه الفترة لا ما تكون محببة، يصبر عليها نعم. الى تقريبا ايش قد 14 يوم يعني عفوا تقريبا اسبوعين ثلاثة وخلاص ما بقى شيء منها. 13 اي على بداية الشهر اللي يجي، اليوم ايش قد احنا بالشهر؟ غمض فتح أي. بعد 14 يوم هي تقريبا هيك شيء يقولي. استاذ خلاته يعني نفس شهور جو كلش تعبان. شنو؟ يعني هاي الفترة شوي صوتك دي يقطع عندي كان العفو. استاذ برج القوس. اي نعم. شوية تعبان ويعني هاي هسه هاي الفترة تراجع هم تفيده مثلا شيء جديد او ما تفيده يعني برج القوس. على اعتبار هاي السنة سنة المال وهاي. من هي ناحية تعبان؟ حد مو اكو هواية أمور؟ يعني الناحية المادية استاذ، الناحية المادية. ناحية المادية لا. ايش قد مواليد؟ عارفين ساعة الولادة مات لو لا؟ اي استاذ اعرف. اعطيني المواليد. 21 نعم 12 تمام 62 ساعة الولادة؟ بالخمسة الصبح استاذ. 21 12 هسه اشوف شنو 1962 تمام. لا ما عنده مشكله، هو بشكل خاص يعني اذا نجي هسه يعني هو برج القوس طالع على القوس البيت الثاني نعم. تقريبا اغلبه ببرج الجدي وجزء منه في خمس درجات في برج الدلو. اوكي يعني نفرض ان الساعه مضبوطه مليون بالميه على سبيل المثال القصد. فبالتالي على هالوضع لا مو تعبان، بس يعتمد على الوضع الاقتصادي، يعني كوضع اقتصادي تراجع طارد يكون بصورة عامة. انت اذا سمعتي او متابعة البرنامج الوضع الاقتصادي بشكل عام يكون غير مستقر في فترة تراجع طارد وتراجع الزهرة بشكل خاص. هاي ليش؟ لان يعني هم هذول شوية يعني المتحكمين بالمادة، بس هو الزهرة اكثر، بس عطارد يتحكم بالعمله وكذا. فمن من يصير خربطه في وضع الزهره او يعني بالبورصه وهاي الامور، بالتالي هاي راح تاثر. هاي بالنسبه للكبار ناس اهل الفلوس اللي هوايه هذول من امورهم شويه تتخربط وكذا، راح ياثرون على الناس اللي اصغر من عندهم اللي هم الناس العاديه الطبقه العامه. فبالتالي احنا هم بدنا نتضرر في هذا الوقت. فهذا الموضوع، بس اذا تجين لا ان شاء الله وضعه اوكي، عنده مجال هسه هو نعم. من خريطته بغض النظر عن البرج، اول شيء هو من مواليد برج القوس في نهايه البرج، فراح يحس بالتاثير المشتري من ناحيه ماديه مو هسه، نهايه يعني هسه وصاعده، يعني مو الفتره اللي فاتت، يعني مثل ما انت قلتي نعم نعم ما متأثر. ليش؟ لأن هو ما مو من بداية السنة إلى أن تخلص هو يكون عنده خزينة مفتوحة، لا هو يعتمد على مواليده، هو جايب نهاية البرج، فبالتالي بنهاية قبل ما ينتقل يعني بنهاية المشتري تقريبا راح يستفيد أكثر. هذا الشوكت إنه حالي من عنده من مواليده ومن خريطته حاليا صاعدا، إن شاء الله وضعه أوكي ان شاء الله ان شاء الله. يعني هو من يكون يجيب شيء جديد نعم الا ورا 13 مثلا، خلينا نقول ايه افضل ايه هوايه أفضل. نعم هو باقي المشتري نعم. هسه مثلا من انت تفضلتي اكو ناس مثلا يقول لي انت قلت هاي السنه زينه علي وشو كل شيء ما شفت، هسه مثلا هذا التاريخ 21/12 هذا جايب نهايه البرج. طبعا سؤالك كلش عجبني ودي يفيد الناس هم نعم. حتى اكو ناس تفهم الموضوع أكثر يعني توضح لها أكثر العفو. اللي مثلا هذا الشخص المولود 21/12 هذا جايب نهاية فترة برج القوس،
وجود المشتري ما يترك انه او حتى مواليد برج الجدي هسه مثلا، مو انه كل مواليد برج الجدي استفادوا من وضعية المشتري في برجهم خلال هذه السنة. يعتمد طبعا كل واحد من شخص من مكانته الاجتماعية، من دراسته الى او عمله او كذا، شغلته الى اخره، وبالإضافة إلى أنه جقد مولود بأي شهر، بأي يعني جقد بالشهر العفو. فبالتالي أنه مثلا اللي جاي بنهاية البرج يمكن هسه يلا يلتمس فرص، فعاد يبقى أنه هو شلون حيستغلها يستفيد منها بشكل صحيح أو لا، إلى هذا يعتمد من شخص إلى آخر. أكو ناس مثلا اثنينهم طلاب بنفس المرحلة، بس تشوفين هذا شاطر وهذا لا، يعني مو كلش طبعا، او هذا يحصل هذا الاجتهاده يعني بالضبط. هذا شلون يعرف يوظف اموره، شلون يقدر يعرف يصيد الفريسه مالته ويستفيد من عدها. نعم. فهذا الموضوع نعم. انه كلتنا تجينا فرص، بس اكو ناس تستغلها واكو ناس ما تستغلها. هذا نعم الشيء. نعم اشكرك استاذ، اشكرك. العفو، تدري اشكرك انت عالم بعلم الفلك، اشكرك يوصل. اشكرك، تستفيد من دخلك. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو علي، مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. انا كارزان من النرويج. اهلا وسهلا. مواليدي، تفضل. مواليد 4/3/1970. 4/3؟ نعم 1970. ساعة الولادة؟ ساعة الولادة 10 صباحا. ايش قد؟ 10 صباحا. 10 الصبح. نعم 10 10. وين؟ اي نعم، اريد اسال عن العمل، وعندي امتحان اريد امتحن بالكورس 14 بس دقيقة نوفمبر. 10 الصبح وين؟ بأي بلد؟ بالعراق. وين؟ ولاتي بالعراق. وين؟ العراق. وين وين؟ بالكردستان. تمام. بالسليمانية. تمام، اوكي. سليمانية. تمام. اوكي، أنت من مواليد برج الحوت وطالع الثور، تمام؟ الثور، نعم، طالع الثور. شنو سؤالك؟ امتحان ايش وقت؟ العمل او في العمل؟ امتحان 14/11 بنوفمبر. 14 نوفمبر، تمام. 14 نوفمبر كلش اوكي. اذا انت كلش اوكي، اي يعني اكو خربطه بهذاك اليوم راح يكون، ما مو مشكله. زين شوية لا اوكي ان شاء الله، ان شاء الله اوكي يطلع. اي ان شاء الله يكون القمر لك يكون ببيت الامتحانات بشكل خاص. اوكي يعني زين، اذا قمر ببيت الامتحان يعني زين. والله يعتمد بعد على شطارتك. دقيقة بس خلي شغلة اريد اتأكد من عندها كارزان. اي والله بارك الله فيك. 4/3 احنا ألفين وعشرين. إيه مثل ما قلت لك، يعني راح يكون زين لك إن شاء الله، راح يكون عندك القمر ان شاء الله. ان شاء الله. يا سبز دار تتاكد من شغله ثانيه كانت اوكي 14 بالذات. اي اوكي، القمر تراين سكستايل ويا بلوتو، اقتران ويا عطارد، كلش اوكي. بس انت يعتمد على اجتهادك، انت تحضر وان شاء الله تطلع من الامتحان. اي انا محضر منها هسه، محضر منها هسه، بس الموعد اللي حطه كانت شويه حلق. لا لا تقلق، توكل على الله ان شاء الله. أيوة. اوكي، من ناحيه العمل بارك الله تدلل. من ناحيه العمل بشكل عام وضعك انسيابي، انت كواحد من مواليد برج الحوت ما عندك فد اشياء تدعمك حاليا. الفتره الافضل لك خلال السنه هذه، احلى فتره لك خلال 2020 من ناحيه العمل، هي الفتره اللي راح تكون من 22/11 خلينا نقول لغايه 21/12، هاي وحده. اوكي الافضل اللي هي من 15/12
ولغاية 8/1/2021. هذه الفترة راح تكون من 15/12 لغاية 8/1/2021. أنا ذاك هي الفترة المثالية. إذا أنت دا تشتغل تكون عندك فترة مثالية أنه تثبت جدارتك للمسؤولين، يعني تحسن صورتك قدامهم بشطارتك بشغلك. اليوم بالسارة 12 أستاذ، بالسارة 12 لأنه أنا يسأل عن عمل، لأن عقد الشركة بالشهر 12 راح يجدد 4 سنوات على مدى يسألك. حلو، من 15 إذا من 15 12 وفوق توكل على الله ولا تخاف. بارك الله بك، شكرا جزيلا. تدلل. والصحة إذا في زحمة صحة هن. نعم. صحة. الصحة أنت سمين كارزان؟ لا أنا مو سمين. تمام. أنا طولي 186 والوزن 90 كيلو. تمام، وزن طبيعي، لا ما عندك شيء، بس انتبه على زيادة وزنك. انت ما صحتك ان شاء الله الحمد لله والشكر، لا تخاف عليها ابدا. انتبه يعني. اوكي. ما لا ماكو شيء، دير بالك لا تسمن. اذا انت ما تريد تسمن احتمال يعني يزيد لك شويه، يعني اذا انت بهالعمر هسه راقب وزنك. اوكي. اي ما اريد اسمن، اركض يعني يوميا اركض فد ساعه قبل ان اروح للشغل. تمام. اي انت انتبه لوزنك. تمام، ما عندك مشكله ان شاء الله. شكرا جزيلا. كناحيه صحيه وضعك كلش توب الحمد لله والشكر، بس يعني هالقد ما زين فهذا يؤدي الى السمن، عرفت هذا قصدي؟ فبالتالي لازم تنتبه. بالضبط. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا، يا هلا بيك. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. أنا زهران مواليد 1992. إيش قد المواليد؟ 25/2. 25/8. 8. أوكي. يس. والولادة المغرب. من ناحية الزواج والوظيفة. بس دقيقة، 25/8 أي سنة العفو؟ 1992. 92. اوكي، ساعه بيش المغرب؟ ستة. اوكي. 25/8 بثمانية اذن تقريبا دقيقة بس، اوكي مو مشكلة. ساعة بالسبعة. سبعة هيجي شي صح. دقيقة، 25/8 1992. الزواج شنو؟ لان عندك دقيقة واحدة بقت، بقالي من الوقت مال البرنامج. زواج شنو كان علي سؤالها؟ اوكي، من ناحية الزواج ما عندك مشكلة ابدا، لا تهتمين ولا تفكرين من هذا الموضوع. عندك فرصة حاليا من مواليدك، من خريطتك ومن مواليدك من الطرفين، عندك هذا الشهر اللي احنا به حاليا صاعدا، عندك فرص ممكن ناس يحجون بيج او يصير مثلا موضوع خطوبة علاقة إلى آخره. بس بشكل عام على طول العمر وضعك من ناحية الزواج جدا إيجابي، ولا تخافين. إذا متأكدة أيضا من الساعة إن شاء الله تتزوجين، يعني الشخص اللي ترتبطين به مستقبلا يكون شخص غني أو صاحب مركز اجتماعي مرموق، يعني إنسان معروف، إذا مو مشهور كلش مثلا قد يكون معروف بالمجتمع أو حسب شغله إلى آخره. فوضع الزواج 100% تمام. عندنا ثلاثة أرقامك 5 و7 و9 من ناحية الحظ، من الأرقام أنت طبيعية. أوكي، من الخريطة أيضا طبيعية، وإن شاء الله أكون جاوبتك. إن شاء الله وضعك كله انسيابي طبيعي، ما لا تفكرين ولا شيء. إن شاء الله أكون رديت عليك. مشاهدينا الكرام، للتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك والإنستغرام البرج العالي. إلى هنا نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من البرنامج، إلى نلتقيكم يوم الأحد المقبل. استودعكم الله، تقبل تحياتي وتحيات سادة البث من تلفزيون شرقية. مع السلامة.